مرحبا، أنا هلأ رح أجي. داكش، أنت ليش تأخرتي؟ ما تسألني شي داكش، أصلاً ما بعرف كيف قدرت أوصل لهون. خود، هاي مني لإلك. طيب ليش عذبتي حالك؟ ليش لا داكش؟ أنا من زمان حابة أشتري لك هدية، لا تعرف إني مهتمة وبعزك كتير. يلا البسها وورجيني إياها. لحظة استنى، أنا رح لبسك إياها. إن شاء الله عجبتك. عجبتني، ويلي عجبني أكتر إنه أنتي يلي جبتي لي إياها. شكرا. باني، انتي شو عم تعملي؟ فهميني شو عم تعملي؟ وكمان انتي مع داكش؟ لهذا السبب ما قدرت تجيبي فستان لبنتك مشان تشتري له ساعة لداكش؟ كيف قدرتي تعملي هذا الشيء؟ انتي كيف قدرتي تعملي؟ وليش لا يا عمتي؟ طيب وين المشكلة إذا كنت مع داكش؟ شو أنا ما عندي حياتي؟ وما فيني أعيش هالحياة هاي؟ لا فيني أعيشها، وأنا بدي أعيشها، بدي أعيش لأني بحب داكش. يا عمتي هي الحقيقة، كمان لازم تعرفي إنه بدنا نتزوج. شو صار لك؟ ليش تضايقتي بعد ما سمعتي كلامي؟ إيه؟ هي السيد جاي يتزوج مرة تانية، لما سمعتي ما تضايقتي لهالدرجة، ليش تضايقتي لكن لما سمعتي إنه بدنا نتزوج؟ يعني أنت تضايقتي كتير لما شفتيني واقفة مع حدا غريب اليوم، بس زواجه للسيد جاي ما ضايقك؟ بس هذا الرجال مانو غريب، هذا هو نفس الإنسان يلي كان واقف معي دائما، كمان هو الوحيد يلي وقف معي لما السيد جاي قلعني برات البيت. إيه هو نفس الرجال يلي وقف معي لما السيد جاي اتهمنا إنه في علاقة بيناتنا، وقتها ما كان في شي أبدا، بس هلأ بتربطني بداكش علاقة كتير قوية. أنا هلأ بحبه لداكش، وإذا الناس كلها ما عجبهم هذا الشي أنا ما بيهمني أبدا. عشت حياتي كلها مشان الباقيين، وهلأ بدي أعيش كرمال حالي. ولازم تعرفي إنه أنا ماني ملاك، أنا من اليوم أنانية. أنا شو حصلت بزواجي من السيد جاي؟ هو يلي قلعني برات بيتي؟ هذا البيت يلي كان يتزين فيني أنا. أنا اعتبرت علاقتي بهذا الرجال فوق كل شي بهالدنيا، بس هو يلي اتهمني وظلمني كمان.